انا الانسان الوحيد اللي جرحني محمد داود لي ولدي، بس انا نقدر نقول الله يرحمه، نقدر نقول خطرها ربما كان مريض، ربما كان بصح شيخي اللي كنت حطاته كي هو كبر. هذا الشيء اللي غاضك؟ مش غير غاضني، خلاص بعد قلت لك عمي، مادام قلت لك عمي راني سما بالمعنى، ما قلتهاش من فمي برك. بصدق؟ ايه، ولدك ماهوش مليح، ماهوش داير رايك، قل لي. حتى اناني بنت ناس، حتى اناني كبد مرأة ثانية واحدة أخرى. طيب، نهاية الزواج تاعك مع هذا السيد، نهاية القصة عفوا، كانت مأساوية جدا. هو نضيخ في عبد الله. في عبد الله. نهار ثاني رمضان، جمعة 18 ماي. نضيخ فيه قدامي كيما كيفاش هكا نضيخ وليده؟ نعرف ايه، نعرف. خنقوا حكموا منا، ولدي لاصق فيا انا. الوقت هذاك ولدي كان ما على باليش اذا كان شافها في المنام واللوحة، مازال ما نطقش. عنده عام يعني. نهارين قلت ثلاثة مرض ما ياكلش، نوقف ولا نعود نقضي الحوايج تاع الدار، خلاص يلصق فيا يبكي. ولدي ما يبكيش، خلاص ما يبكيش نهائيا، ما يديرش صوت، يبكي بالدموع. سمحي لي نعاودو نرجعو تصويرته باش الناس يشوفو، معليش نورمال، باش يبقاو شافين على عادي. سمحي لي صح، لازم نعاودو نرجعو التصويره باش الناس يبقاو عارفين على من انا نهضرو. قلتي لي كان يبكي وما ياكل. ايه، قلت لك شغل الا بعد ما صارت الحادثه فهمت انا واش كان يقول لي ولدي. عنده لغة العيون، هو يبكي وهكا يحكمني منها. فوجدت الفطور، استنى في رمضان ما نقدرش نكذب عليك، نستنى في المغرب قول 10 دقائق 16 دقيقه. هو كان في الدار من هي على اساس قبل رمضان بنهارين قال لي شوفي حابه نربي اللحيه، حابه نصلي. قلت له هي حاجه مليحه، قلت الحمد لله يا ربي، يعني كنت شافني هو في هذيك الحاله هذيك اللي نهار رمضان الاول راح من هي متغطي بالزهره قاعد ويحكي يهدر يهدر كانه مع خمس عباد. والله جبت ولادي الحق، المهم خليته في حالته، قاعده في الكوزينه انا ولادي حتى المغرب. جا قعد لقى ولدي، انا نرضع فيه في الصغير هذاك عندي نسكت فيه، وولدي الكبير حكمني منه ويبكي، يبكي كانه شايف وحش. حس ايه، الا اذا سما ما فهمتوش انا برك ما نطقش. وقال لي يا ماما راكي راحت بعدين، يعني راكي راحت روحي بعيد، ولا راني راح نروح بعيد هك. لاح فيه، جبدوا منه من يده وحطوا فيه الارض وطاح يضرب فيه هك. هنا يعني راجل بقدره، يعني مهما يكون ضعيف ما يعرفش الملايكة يسمعك صار هك يدو هك يدلو. المرة اللي خفت يعني من الضرب، من بعد تفكرت يعني بوش يسموني بأم، قلت نموت على ولدي زمان فوق. نط دزيتو على ولدي، طاح هو دزيتو طاح هكا على جنبه، وجا قال لي خلاك ربي يبتدي دزي. خنقني وهو طفل في يدي وانا قاعدة فيه في في اسمه في طفل في حجري، وواحد في اخر هو يخنق بيها. الليلة هذيك رب العالمين عطالي قوة انا، وهو فشل، فهمتني، فشل هذيك القوة تاعو راحت خلاص. من الصالة حتى الكوزينة وانا نجبد في يده ونتنفس ونرجع. كيعرفني راح نبعد له يديه حكمني من راسي ويخبط فيها على الحيط مدة قلت لك خمس دقائق 10 دقائق، وانا نفك في روحي انا وحدك يعني. ايه، هربت منه خليته في الصالة دزيته طاح الكنابي وخرجت هربت على اساس نزولتي بون خفتي سما يحكم ثم يذبح لي ولدي ولا حاجه. خفت قلت نعيط للناس، نخرج نعيط للناس، المهم على الاقل ما نشوفش. خرجت، كي خرجت لقيت جارتي كثر خيرها ورحمة الله نشكرها بعد، داتني كي داتني قعدت خمس دقائق ستة جاب لي هذا الطفل اللي تقمط وهذاك حكمه. حاول معاه جارتي تروح وتجي. قلتي للجيران بلي هاو كان يسي يضرب فيها؟ اصلا انا ما كنتش نخرج، ممنوع نخرج، بابي بالمفتاح، ممنوع ننشر الحوايج بعد ننشرهم في الدار. عندي دار فيها 4 شنابر تاع الناس يعني نكر كلش في الدار. تاقة وحدة تاع الصالة باش نفتحها، نهار اللي نفتحها عليها هدرة، نهار اللي نفتحهاش ثاني عليها هدرة. واحد لا يجيني من جاراتي، واحد لا يعرفونيش اصلا. باش ما كيعود هو نهار اللي يعود صاحي نخرج انا وولدي شويه ندورو قدام الدار، هو واقف يعني هكا مساحه ونرجع. هذا ما كان. وعلاش قبلتي بهذه الحياه ام عبد الله؟
أولها مكتوب يعني ما كانش عندي حتى حاجة يعني هكا. وثانيها قلت لك خدعوني بلا ما. طيب قلتي لي هو ادى الطفل الكبير عبد الله اللي كان يضرب فيه قال لك خليها عندي وهاكي الرضيع هذا اديه. إيه. وروحي. هذيك المرة عرفني يعني قلت له محمد أنا ما نقعدش تحت الضرب أنا. وما راحش تخوفني يعني كي راح تضرب فيا. راك تزيد بعدني عليك. هو يقول لي إذا تخطوني أنتم أنتي يا ولادتي أنا يعني نقتل روحي. قلت له كي تقتل روحك كما سما ما تربح على الدنيا لا آخر. خلينا نعيش. وقال لي اني اخليكم يعني هاكي في الدلال هاكي في الدلال ما خلاص الليله هذيك بعد بالذات يحلف والله غير نشتيك والله خيك انتيك ولادك الاخر حاجه واحده يقول لي تمنيت نتلاقى فيك قبل ما كنت صحيح يقول لي قال لك ايه تمنى كنت تمنيت تلاقيت فيك ما كنت صحيح نقول له شو درك وش بيك يقول لي قصدي يعني هكا ما كنتش نتقلق عاودي قلت لك الليله هذيك هي دارها كاك هربت جارتي انا قعدت عند جارتي يجي لجارتي يحلف لها قول لها ترجع هو حكم لي الطفل الكبير خاطر انا متعلقه فيه انا متعلقه فيه ولا تقول يعني مش راح نخير واحد على شي هو شايف هو عانى هو شايف هو مولا 7 أشهر فايق باللي امه يفطني يشوف فيا اذا ضحكت انا يضحك هو اذا ما ضحكتش ما يضحكش حس وقت مبكر يعني وعرف المشاكل وعرف قلت له ويكذب يعني يا امال في يحلف هز الطفل في يده ويجي عند جارتي ثم ويروح جاي يجي ثم ويروح صليت عليه قلت له هذا الطفل قال لي ارجعي قلت له مانيش راجع اعطيني ولدي ارجع ما نرجعش انا جاو خوتي في القلقه هذيك خرجت انا قلت له بلا خمار بلا حجاب بلا صبات بلا والو خمار ربها تعدى ثم خوتي تقلقوا كي لقاوني هكاك يقول لك خوتنا مطايشه والاخر قال لي ولده خليه رحت نهار غدوة من ذاك كي روحت مع خاوتي رحت على جال على أساس نشتكي باش نطلق نقول خلاص عيطوا له الدار قالوا له روحت فاهم مع مرتك إلا كون مشكل صغير ولا المهم دير حل قال لهم معليش أنا رايح للدار نجيبك وقتي ونجيبك وقت مرتي ما عندي مانيش درتها والو هي بركة مخلوعة خرج راح شرا روح الملح وجا ثم قدام الدرك الوطني كاين الاخر اصطاد تاع وين يلعبوا الكره نقول لك تاع ولاد قعد فيه قدام الاولاد هذوك ويشرب جاو باش يفكوا له القرعه انا راح يضربهم هربوا جاوهم الشرطه يجري باش قالوا له سيد شرب روح الملح لحقوا عليه الشرطه داو المهم داو ثم لباتنا قالوا خلاص فات فيه سما مات ما عيطوا لنا قالوا مات جرينا عيط بابا لدارهم قال لهم ولدكم ومات